أحلى عبارة. ولم يعلموا بأنه ذلك بأنه الصمت القاتل الذي يقتل صاحبه. أسا. ها؟ حبيب. إيش رأيك؟ ها؟ إيش رأيك؟ ما أكل تعبت الزوم. إيش قلت؟ هلا شو علي؟ لا والله. وعلي هد أنا شطان. شكرا لك. ولم يعلموا بأنه خلينا نقول بأنه الصمت الذي يقتل صاحبه. يا سلام. أكتب حطه تحت الصمت الذي يقتل صاحبه. مقاتل. مقاتل. تمام. أمل الصبر مني ما بقى لي حاجة ما كنت أضرع طاح دموع. إيش طاح دموعي؟ طب لما تكتب دموعي؟ أنا جالس أغني. ها با خسرها با خسرها با خسرها. النفس ما ترضى علي أني يرضيك. ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا ودي على أخوك ترضى على أخوك بدون أدب صح؟ إيه على أخوك ترضى لمدة وأنا أحاول أحاكيك والمشكلة مشغول ما عاد تفضى ما عادني بزاهم ولا عاد بجيك مريض نفس تتبع نفوس يا تتبع تتبع نفوس مرضى صح؟ مشغولين وتتبع عجل العمل يوم إلى غد وتتبع نفوس مرضى صح؟ إيه؟ خلي الذي باعك يعود ويجيك يعود خل الذي باعك يعود ويشريك فوضى المشاعر غير عام غير عام مع السلامة وتعرف اسلوب مقلوب يلعب على فرق الردين يا احمد الله يرضى عليك مشغولين ولد مشغولين يا ولد مشغولين هذه ما سأل صح هذه ما سأل صح ما حمد قلبك ما سأل ايه ولا منصور قال حاجيك اجتماع ضروري ما بقى خمس دقائق طيب خلاص احنا هنا فيصل قول يا اخي احنا هنا يا اخي طيب يا اخي احنا عندنا شغل عمل يا اخي انا طالت حكي هناك خلص بس احنا اقرب اثنين لك قوموا يا عمي يلا يا شباب تعال نكمل يا اخوي يا اخي كل ما زين زي شيء خربتوا علينا ايش صار انتوا هادي شنو شنو شباب يلا نسوي ضجه اعلاميه بالساحه نسوي ضجه كذا صوت شرع شاي شاي كب على شعري ايش ذا شنو الاجتماع يا شنو الاجتماع عديل ناس مرضى ولا ترى لك ترجعين زعلانة انقطع فك يا تيدي لا تنقطع يا ولد فلوس لا تنقطع فك عشان ما تطلع لا تنقطع فك يا اخي ما بسرقك يا رجال ما عليك لا لا ما عليك ما عليك امور طيبة ابو سعيد تعال ابغاك في الموضوع ابغاك في الموضوع ابغاك زعلانة؟ زعلانة طيب لا متى؟ لا متى؟ قولي متى قلبك يلين؟ أنا تعبت من الحنين ولا بقى فيني صبر صبر بالله ما ودك تلين؟ طيب متى؟ يا عين وش لك في السهر؟ خلاص خلينا ننام فقدتي؟ ها؟ فقدتي واحد فقدتي واحد في الشهر صح؟ لا مو واحد فقدتي واحد في الشهر كل اجتماع يلا يا شباب اجتماع لازم فواز وكنك فقدتي هالأنا هلا جمعتم كلهم شوف ولا تيأس وتزعل وتنهار ما توقف الدنيا على شيء واحد منصور تعال لك شيء مو منصور أحمد سعود تعال طيب يا رب يا منصور وش الحظ اللي معنا أحمد سعود عجي علينا والله العظيم نمشي ها أتعهد يوم يوم نتعشى كلكت ها ما سوينا شيء وش ذا أحمد متى وسران ورينا يلا يا شباب يلا يا شباب يا فواز تعال الحين نقعد بس خمس دقائق ما راح نطول ما راح نطول ما راح نطول والله مشغولين كلنا أنا حتى أدي شغل نصيحة حكايات صامتة ذكريات حكايات صامتة قصة
قد تكون على هيئة صورة أو رسالة أو موقف، ولكنها رحلت وتركت لنا أثرا لا يزول أبدا. خلها لن لن يزول أبدا. إنها هويتنا الأخرى التي نخفي حقيقتها عن الآخرين. تمر الأيام توقع ذكريات. بعتك يا هذه واحدة ثانية صح؟ ها أشوف صار بيتين شعر. أشوف ضمنها. أشوف صورة أنا وأتذكر. وأقول نفس من فرقه ما أقول. وأقول نفسي. وأقول للنفس. 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 مو صحيحة. لا. كذا النفس. لا. لا مين؟ للنفس إيه. من فرقه مهجورة. قلت عندي شجاعة أمس حصورها ما كان باقي في جوالي ولا صور. ما كان باقي في جوالي ولا صور. إيه الهجوة ينكبر الهجوة تحاول تستفيد. كنت سمعت هذي صح. لا تكبر الهجوة في راس. أجل ما. إيش هين جل ما. إيه الخمار ذي. الأجودي هذا على نفس الطريق أكبر مشاغي لما سريح غنمة. لا يغرك المظهر لو الظاهر الرقيق. تعرف الرجال من منطقهم. يا سيد الراقي يذبك نعمي. لا جاك؟ لا جاك من يضمن. هزمه. هذا ما لدين. هيا ابن يامان ها؟ فاصلة ما لدين. طيب خلصي. شان. لا جاك من يضمن نجاح هزمه. لا يا ابني يا عماله. لا يا ابني يا ماله. الحين ايه لا يا ابني يا ماله. آماله؟ ايه. طيب هذه كذا. آماله. بدون همزة ذي. آماله على الخبر العتيق. لا جاي يكمل ما بنى. لا جاء. بدون همزة صح؟ خلاص. لا جاي يكمل. ما بنى راح يهزمه. راح يهدمه. راح يهدمه. خلي الكبود من يضعها كل حريق لا يرفع الأنظار. من رؤوس قدمه. من؟ رؤوس قدمه. رؤوس قدمه؟ ايه. طيب ايش راح يخليها رؤوس قدمه كذا؟ واو واحدة؟ هي كتابتها رؤوس كذا صحيح. لكن عشان رؤوس قدمه يلا. باللي الشعر يكتب بما ينطق. طيب. طبعا ردي من فعله. من فعلة الطيب. يضيق ولا سمع طال الكفو تك تك صح. تك. ولا سمع طال الكفو تك انسمع. تك انسمع. وين الرفيق اللي يعد ما رفيق اللي يكتف اللي هذا. مظلمة. ما يسمع ولا سمع يطيق يجيك فازع لا سمع حتى يجيك فازع لا سمع لا سمع صح؟ ايه لا سمع. ازهمه. هذا الرفيق اللي يعد لي صديق علي الحرام مني بروحي اخدمه يجعلني مجرح على الدنيا صديق ويجعلني لا احتجت وين؟ يجعلني يجعلني هذا انت حاس فيه صح؟ علي الحرام مني بروحي اخدمه ثقيل؟ لا لا وش؟ يجعلني لا اجرح على الدنيا صديق ويجعلني لا احتجت محتاج اخر. هذا الرفيق اللي يعد لي شقيق علي الحرام انه والله انا ذي ثقل انسانك لا جاء ما احتجت تتعمد خلي كذا يا جعلني لا احتجت محتاج خلاص خلي كذا بعدين في دور نكتبها كذا لا احتجت تمام بعدين اذا حد جاي يتطفل هنا اسر في طريقتك والله انا من دراستي شوي ماني بباكي لك لو الهم بيطال يا جعل عيني للعمى من بكيتك روح واذا بدعيك ماني برجال علي تحرم عيشتي انديتك يا بايع الورد ولد خلصنا اكثر الكتاب الحمد لله يا بايع الورد ماني بحاجه ورودك انا بحاجه حبيب الغاب من عينيك اشتياق هذا عارسي من هم على اشتاق الطبع لا يوجد لأن أرواحنا لا تخلو من الاشتياق بسم الله عليكم السلام ورحمة الله إذا قاطعتني ترى بكتبه في التقرير لأن هذا اجتماع رسمي يا عبد الله تفضل تفضل طيب كم ينكسر الدنيا تفضل طيب كم ينود يا أستاذي خمس دقائق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جلوسكم على هذه الطاولة يشرفني ويبين لكم ويبين لي أرجوكم ما حد يقاطع لي ما أخلص ما عليه ما عليه خلوها يعني شوي نقاطع يعني. بس عشان أخلص اللي عندي عبد الله عبد الله زين
أول شيء أبارك لكم سعد خلنا نخلص. أبارك لكم استمراركم في البرنامج، وحزين جدا كما تحدثت سابقا على أخي معاذ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر عليه ويوافقه ويسر أموره، وهذه بداية وليست نهاية، وإنما هي بداية لانطلاقته في عالم الإعلام. وأسأل الله سبحانه التوفيق وأن يسر عليه أموره كلها. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. النقطة الثانية، أبارك لنفسي حصولي على درجة منظم للمرة الثانية على التوالي. خلنا صفق حق نفسي، لأن أدري ما تحبون، أدري إنكم ما تحبون الموضوع. ما عليه، يعني قلنا خمس دقائق، على فكرة ضاعت ربع دقائق ونص. سمع نص دقيقة ترى الوقت عندي. ها نعم، خشمك خشمك أقول. الشغلة الثانية، أعيد وأكرر على النقاط التي كانت في الأسبوع الماضي فيما يخص الانضباط في أوقات الصلاة بالذات وأوقات الدورات، وتعلمون مقر القيادة أين يكون. إذا ضيعته أحمد سعود، فإن أحمد سعود سيكون في الشلال، عند الشلال أو المسجد، فالمسجد هو مقر القيادة. عبد العزيز خصم على تأخرك عن الاجتماع، خصم بيدك ورجلك يا رجال، معي جمهور وأنا. هذه رسالة مقصود فيها، رسالة خصم يا ابو سعيد. نعم مقصود فيها انا. نعم كلنا جمهور. لا لا لا، ما عليك، كلنا جمهور. زين نمنع الكلام لو سمحت يا شباب، نمنع الكلام. حبايبي، حبايب قلبي، حبايب قلبي عبد الله حبيبي فواز خصم. زين شباب، عدت 10 دقائق الله يسعدك يا احمد سعود. عبد الله والله ما اخذت الوقت، عندك يمشي بسرعه، يجيك ساعه سريعه. ركز بس على النقاط حتى نكون واضحين، وحتى لا تقولوا احمد او اخونا احمد ظلمنا. لا ما بنقول. زين خذ راحتك، خذ راحتك. زين فيما يخص قلت لكم نقاط الصلاه يا شباب، وانا اللي اركز عليها. معالي فيصل خلنا نكمل، والله خمس دقائق ضاعت 24 ساعه من البث، جات علي الحين بخصم عليك ترى فيصل. اخصم من البطن. طيب كافوا يا رجال، كافوا بين بعضكم، تكفى لا تخصم. زين على الله عبد الله، الله يبقيك. خصم 70. زين نقاط الصلاة يا شباب، مثل ما قلنا من الأذان، وأنت قبل أن تراعي نقاط البرنامج راعي ظروف الله عز وجل. جزاك الله خير. راعي الله عز وجل، مو راعي الله عز وجل، راعي إقدامك وإقبالك أنت من نفسك وبنفسك وإلى نفسك في الصلاة، فهذه شيء بينك وبين ربك، أنا ما لي شغل فيه، لكن أتكلم بما هو أمامي يا شباب. فيما يخص الصلاة قلت من الأذان، ولست من أقال، أنا ناقل عن الإدارة. من الأذان وحتى الإقامة أنت مبكر، من تكبيرة الإحرام حتى التسليم هذه لا لك ولا عليك. قاعد النايم محسن، خصم خصم، تسند لو سمحت محسن، لا ترقد. زين، ومن بعد السلام إذا كنت أتيت المسجد فأنت متأخر، إذا لم تأتي فأنت لم تصلي، لأني لم أراك تصلي، فسامحوني شباب، لأن أنا لا نعم لأن ما علي. أيضا بالنسبة للدورات، أي بخي علك. بالنسبة للدورات، بالنسبة للدورات مطلوب حضورها من وقت شباب، لا نتأخر، أنا أيضا فيها خصم، وليست مني، من الإدارة، أنا ما أخصم. طيب أنا رد، يعتبر حضور مبكر للدورة قبل الدورة، قبل لا يوصل الدكتور تكون موجود. ما هو ما شاء الله محضر قبل، احنا نصلي حضر احنا المسجد. اي بس انت تي يكون انا وسعد الدوسري موجودين اوريدي نستقبله هناك، في الضيف بعدك ما يقبلك الضيف. اليوم هاي هو جايبه حق روح عشان انا معلوم شباب، لا تمسكون علي شيء، الامور واضحه، انا استقبل الضيف من هناك، يوصل هني نوصل بعدكم، انتم قدامنا، ما تشوف يوم من الايام الضيف يوصل قبل. صادق صادق خلاص كله. ايوه زين. النقطة الثالثة، بعد استشارة أخوي سعد الدوسري حفظه الله ورعاه، بعد عهد زاهر من التعاون والانضباط والأمانة والعدل والانقياد وحسن، شاكر له، شاكر له باسمي وباسم إدارة البرنامج وباسمي بالنيابة عنكم، شاكر له جهود التي أظهرها، باقي نص دقيقة، أظهرها للحين والله اسمع وينه
بالنسبة لأظهرها في والمبادرة التي أظهرها لنا ولكم جميعا. الله يسعدك. لذلك قررت بعد عقد جلسة بسيطة مع أخوي سعد، وإن دلت هذه الجلسة إنما يدل على إيثاره وروحه الرحبة وصدره الواسع، فقررنا نقل مساعد المنظم إلى أخينا منصور القرني. أبو محمد لأبو حسين أبو علي هو الزين، لأبو محمد لأبو حسين أبو علي هو الزين، لأبو محمد لأبو حسين أبو علي هو الزين. تشكرا. خصم كلكم لأن ما قلت لكم صفقوا. يستاهل بدون. ويتقدم كنا فيصل تفضل. أشكر لك كلمتك ونائب المنظم تسمح لي أستاذن به إلى خارج. أطلع برا بروحك. أنا وياه. لا مساع منظم نحتاج نعطيه القوانين. ذا شباب التقارير آخر شيء بقوله ونختم ونسمح لكم بالمداخلة. أي شيء يا شباب يكتب بالتقارير أنا سمحت لنفسي كما سمحت سابقا سمحت لنفسي بأنها تذكر في بروفايلك. طيب. لذلك لن يكون الخصم أمر سري إلا إذا أراد شخص شاف أنه أغلط في شيء وقال أنا أرجوك لا تذكر هذه النقطة. لكن بالنسبة لي سامح فواز بالنسبة لي أنا الأمور واضحة لا من وراكم ولا من قدامكم. العذر السؤال أنا أشوف طيب. أنا أشوف إنك طيب. كل طيب. طيب. أحمد يجي تسمع لفلان يا أحمد النقاط يجي تقول ترى يا فلان قاعد قاطعني عبد الله ما كمل أنا قاعد قاطعني عقب على النقاط قاعد قاطعني دقيقة أبو الحبيب حبيبي زين فأي شيء يخصم باي بخبرك قدامك يا فلان منصور سعد منظم قلب ذلك تعال انت معي شباب اي شيء بيصير نقطه فلانيه بنبهك عليها اول مره شباب تفضل السلام زين بنبهك عليها من باب الامانه بنبهك عليها لكن ما بكتب شيء لكن مره ثانيه شفتها منك ساكتبها بدون ان اخبرك طيب حبيبي احمد حتى منصور افتح لكم باب السؤال تفضل أنا أشوف لو تجي وتخبرنا تقول يا فواز انتبه ترى إذا كررت هذا الشيء أنا راح أخصم علشان أنا أعرف وش البنود اللي أمشي عليها مثلا هنا الخصم إذا كنت مثلا طالع الصلاة يعني ما صليت على المايك كذا على حضور الدورة إذا ما حضرت الدورة في أشياء أنا أعرفها مو بعدين ألقى أشياء يعني مثلا أنا الواحد يجهل مهما كان فعلمنا علشان نعرف مثلا يا احمد بعد امرك يعني فضل. اوكي فضل. انه تيجي تقول لنا يا فواز الشغله هذه ترى المره الثانيه ابخصم عليها علشان انا ما اسويها حلو هذه النقطه الاخيره كنت اتكلم فيها اوكي احمد خصم عليك الان فك ما كتب ركز في النقطه الاخيره ما يبي لي شيء تفضل محمود لا ما قلت كذا اول شيء والله ما قلت انا اقول لك بعدين النقطه قلتها اقول لك فواز انا اشرح تسمع أول شيء أشكركم وأشكر الأستاذ سعد ربطيت الكلام ما تقدمونه شيء جيد من ناحية اللهم صل محمد التنظيم والمتابعة والتطوير وغير ذلك لكن حبذا لو تهتموا بالأشياء التي تعطى لكم من الإدارة من تنبيهات أو أوراق أو تقسيم الكلاكت أو تقسيم ما كذا أنها توصل بسرعة وليس متى ما روق أحمد يكلمنا فيها متى ما يروق المنظم أحمد أو يروق المنظم أحمد مثل فكرة أنه الآن في شيء اسمه اللهم صل محمد المبادرات الفقرات ترتيبها عندي خبر أنها عندك الآن ولازلت ما من من ما تكلمت عنها ولا وزعت الأوراق كيف ترتيبها وكذا فالأفضل أنه مجرد ما يجيك شيء من الإدارة مباشرة تبلغنا فيه عشان الجميع يترتب عليه لأنه تأخيرك في تبليغنا زي تأخير الموظف دخلني بس شكل منظم تفضل تأخيرك في النقطة هذه زي تأخير بس سم محمود تأخيرك في الشيء ذا هو تأخير الجميع فقرات الشباب يا منصور مساعد منظم فيما يخص الأوراق أول شيء لا تتهم أحمد بشيء ما صار خلني أكمل المنظم أنا سمعتك إلى أن خلص اسمع مني لما أخلص طيب معلش فيما يخص الأوراق التأخير يبغاني أبو روح بالله يبغاني نعم الوقت زين فيما يخص التأخير محمود خليك معي معلش عبد الله معلش خليك جد شوي معلش خلنا في الأمور جد قاعد أتكلم ضحك يلا زين فيما يخص التأخير مو مني
اول شيء يخص الكلاكت محمد موجود اذا تسمح له اتكلم في الموضوع. اخذت مني ورقه الكلاكت ويوم جيت اعلقها اخذتها مني قلت برجعها وما رجعتها لثاني يوم، صح ولا لا؟ صحيح. فالتاخير ما صار مني. تقصير مين هذا؟ محمد الكلاكت. محمد وشو؟ محمد مساعد منظم ولا فرد مشارك؟ لو سمحت طالب مشارك قال بياخذ الورقه بيشوفها، اخذ الورقه وما ردها. من ابسط حقوق. مو مسؤوله. خلاص انا رديتها للطلعه. مو مسؤوله. فيما يخص الاوراق الثانيه. ما له ذنب. خلاص الغلط زافيلي ترى. ما تقدر ما له ذنب. اي ما لك ذنب لانك ما انت منظم ولا انت مساعد منظم. النقطة حق ياخذ الورقه. النقطة الثانية، انت لا تاخذ الامور بحياديه بشخصنة احمد، خذ الامور منظم. خذ الامور ولا المنظم، خذ الامور بالشغل، شغل المنظم. الشغلة الثانية فيما يخص الأوراق الثانية، أنا سلمت أمس. حرص المنظم إنه يعطي ورقة الفرد ما يتابعها، يخليها يوم ونص. أحمد والله ما قصده شيء. والله ما يعني أنت. لا لا فواز، فواز قاعد تعطوني، ما كملت نقطتي. أنا ما أبي أحد يعبر عن، أنا بعبر عن نفسي. معي اسمحوا لي. أنا قاعد أتكلم عن فيما يخص هذه النقاط. أنا لأني قاعد أرد على الحدة اللي أعطتني إياها بالحدة هذه. الأوراق الثانية أمس سلموني إياها، أمس سلموني إياها، وكاهي كلها موجودة هنا. ممتاز. من إلى من بصمتك؟ أخبر الشباب وليد وينه؟ اول واحد موجود في بصمتك احمد سعود، ثاني واحد وليد الشمري، ولاحق عليكم كلكم اذا كنتوا في عهدي ولا عهد اللي بيخلفني فيها. فانا تكلمت اموري واضحه. اين التاخير في برامج احمد؟ كلمني كيف اين التاخير الحين؟ انت رميت مشكلتك على محمد. انت اللي ما له دخل فيها. انت قلت كل الاوراق اللي تيك من لا الاداره. لا لا ما قلت كل الاوراق. قلت كل الاوراق اللي تيك من الاداره. انا طلبت انا تسمح لي ارد على النقطه ثم دي. سالتني تسمح لي ارد ثم محمد. سالتني تسمح لي ارد ثم محمد. سالتني تسمح لي ارد بكم على منوال ثم محمد. سالتني تسمح لي ثم محمد. ثم محمد قلت لك خذ الورقه وهو يمثل فيها. دقيقه سمعت. سالتني تسمح لي ارد حق الجواب. انا قلت لك تفضل الان. انا قلت لك طلبت منك لا تاخر شيء عندك لانه تاخيرك راح يسبب ضرر للجميع. بس بس حلو بس. الان انتهى والان عرفت ان التاخير ما يجي من احمد لان انا قاعد اشتغل لنا فيها. سمعت بس اعطاك للورقه هذا اعطاك للورقه هذا وش في شيء بعد في محمود؟ يوم ونص. في شيء محمود يوم ونص اعطاك للورقه هذا ما له ذنب. شنو يوم ونص الورقه تتاخر؟ مو يوم ونص كانت يوم ولا مو يوم بعد من الليل يفرق. مو من الليل لثاني يوم يا محمود. احمد احمد طيب احمد في شيء بعد؟ احمد في شيء بعد محمود؟ احمد تسمع حاجه انت جمعت هنا مو بالنقاش صح؟ تعطينا نقاط معينة ونمشي صح؟ لا في نقاش بعد. لا معلش النقاش مو مضطر يا حضرة صدق والله انا عندي شغل والله. اذا تبي تروح فيصل روح. ابي منصور معي يا اخي. لا منصور معانا لانه مساعد ثواني بس حالي. ثواني بس لما نخلص اذا انت اشغالك من الساعة المكيف يا فيصل على ان الشباب كلنا وتحملناك لازم تحمل اراء الجميع. بتحمل بس انا عندي الله مع جماعة يا فيصل. يا فيصل خليك جماعة في قراراتك يا فيصل. يا فيصل خليك جماعة اجتماع حبيبي. ما عليك ما عليك الشباب من حقهم ياخذون يعطون واحد صوره في الحياة هلس اكثر. تفضل سروق سروق سم يا محمد اطرح نقاطك اللي عنده نقاش على اي نقطة يكمل اللي ما عنده خليل حبيبي انت جيت متأخر انا طرحت نقاطي كلها وخلصت. خلصت؟ اي خلصت. مع السلامة بروح. تفضل يا ما عندها العصا. تفضل نفس المقال المقاس شوي صدق عطيها بالله صدق انت امانه عند الرجال زين تفضل لقيته اول شيء حياك الله يا المنظم احمد سعود نعم ومبروك مبروك فالشيخ منصور في نقاط بتكلم فيها بشكل سريع نعم جدا وطبعا اولها السؤال موجه لك سم انت مر عليك الان اسبوع كامل كمنظم نعم وش الشيء اللي انت سويته خلال هذا الاسبوع حسيت انك انت غيرته في كونك منظم غير الخصميات السؤال اللي بعده هذا السؤال تمام الاشياء الثانيه هي ممكن تكون خلينا نقول تبادل افكار و ملاحظات الملاحظة أتمنى أن المنظم يكون قد الأشياء اللي هو يكتبها أو الملاحظات أو الخصومات اللي هو قدها يعني يتحملها شخصيا يعني أنا خصمت على فلان أقول أنا خصمت عليك أنا اللي سجلت الملاحظة أنا اللي فعلت يعني يكون اللي سواه يقدر يقوله اللي بعده تمام الشيء الثاني ذكرها واحد من الشباب هو التنبيه اني انا انبه الشخص فواز اني انا انبه الشخص على الشيء اللي هو قاعد يسوي سواء صح او غلط اقول له انا ترى انت اللي سويت هذا شيء كويس الرابع وهي المبادرات اللي انت تطلبها يعني كمثال بسيط الممر والجزم وانتم بكرامه تمام هذه مبادره منك نعم صح انت حاولت تفرضها
بالخصوم بالخصم. نعم. فأنا من هنا بنطلق بنصيحة. نعم. أن السلوك والتعامل أقوى من لغة الخصم. طيب. يعني بمعنى يمكن كنت لاحظ ذاك اليوم أنا في المسجد قلت لي أنت شيل الجزمة الكرامة حطها فوق. حلو. وتراي إيش؟ ولا تراي إيش؟ أخصم. ولا تراي أخصم؟ وأنا إيش قلت لك؟ إيه. إيش قلت لك؟ أخصم. قلت أخصم. صح؟ حلو. بعدين أجيت داخل. وش سويت أنت؟ راح شلتها. لا قمت بتشيلها وش سويت أنا؟ رديت لي. رديت رجعتك وجلستك وش سويت؟ حلو. وبعدين رحت سويت أنا؟ ما عبرتني بسالفة منظم، عبرتني بسالفة. لا 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 في فرق. ما عبرتك بسالفة خصم. التهديد. لا لا هو خصم تابع منظم. لا لحظة لحظة. زين كملنا. في فرق في فرق. بس كملنا في النقاط عشان أرد عليك. هي هذه اللي أنا بوصلها لك إنها اللي هو إنك أنت حاول تفرض شخصيتك كمنظم باحترام الجميع. بتقدير الجميع. إيه؟ يعني انا ابغى اذا قلت يا سرور شيل هذه مو بيفكر والله اني ابشيلها عشان احمد ما يخصم علي، لا ابغى يشيلها لاني يقدر احمد ابشيلها عشان احمد. حلو خلصت النقاط سرور بالضبط. نعم. تسمح لي اخذ الدفتر معلش؟ لا بذكرك النقاط اللي تبغى قولها. اول واحده، اول واحده اللي يتحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه اول شيء احمد سعود تحمل المسؤوليه وماذا انجز؟ اظن هذا السؤال كان اي انجز السؤال الاول. شنو انجز؟ اظن ان في كثير من شغلات انجزت زي مثل معلش بتكلم معلش. طيب يلا اعطون انت لا تصيد مثل مثل يلا بتصيد. لا لا بس احنا عشان نكون فيما يغص الغسالة. لحظه لحظه خلينا نمشي واحده. وصلت لكم وكانت موجوده وكان مساعدني حزتها محسن وانا من نفسي شلتها بيدي وديتها لهناك وين نركب ما قدر نركب. ثاني يوم ركبوها لكم. الكاكاو السوالف هذه المطلوبه جبتها لكم كلها وموجوده واي واحد يطلب من الشباب قال نعطيه. طيب موجوده عبد العزيز ولا موجوده؟ موجوده. فيما يخص مواد الغسيل نفسها موجوده، الكوايتين موجودين يا ابوهن، طاولتين كوايت موجودين. فيما يخص حملة رتب دواليبك اللي ما حد تعاون معاي مع الأسف، قمت أنا ونفسي شلتها أنا ووليد أول مرة أنا وإسماعيل وما حد ساعدني. مع أنه ما كانت مطلوب. طلبت من أحد يساعدك؟ أي نعم حملة طلبتها. أنا ما جاني أحد قال لي تعال ساعدنا. ما عليك الشباب يدرون. فواز تدري؟ في المسجد. إيه أدري بس في شغلة مهمة. سم. يا اخي الكاكاو مو بتعطينا كل عصر على حبه. لا لا انا شلتها بقول لك. والله فواز عطنا بس عشان لا نفتح لا نفتح جدال ما اسمع ما اكل فواز فواز فواز. طيب لا لحظه خلينا نمشي حبه حبه معلش. هاي قلبي والله احنا يوم يا اعطوني اياها معلش. شباب شباب خليكم هنا. شباب صالح خلونا شباب شوي. محسن معلش خلوني لان عشان ما تشتت بس اسلم قلبي اسلم ما تتمنى هذه اسلم اخصم عليك اخصم على نفسك. مش قاعد يلحقني خصم وانا قاعد. في سالفه الكاكاو سبق وان كان موجود في الممرات الكل كان يدوس عليها. فانا حطيتها مؤقتا عندي وكنت بسلمكم اياها في الليل. مشكله كل ما برتب الامور قام ينداس عليها يا شباب. اكيد كان اسمحوا لي مع احترامي لجميع الشباب. ما عليه ما عليه الامور واضحه وانا تعودوا مني الجراه حتى لو كانت علي. في بعض الشباب ياخذ الكرتون كامل يخش عنده. صحيح. سامحوني. نعم سامحوني هذه انا ايدك فيه. اول مره ادري في كاكاو حتى انا انا شفت ذاك اليوم السياره بعضهم قام يبسط عليها في دولابه يبسط على فكره انا شايل معي الاكياس بس ما اكلت منها شيء. لا ما عليه الشباب خذوا اليوم انا اعطيتهم اللي طلبوا واعطيتهم اللي طلبني والله ما رديته وكانت موجوده الان. لا لا والله اعطانا اعطيتنا هذه فيما يخص النقاط اللي سويتها. انا ابغى بعد الاجتماع. زين لا لحظه لحظه بعد الاجتماع ابغى حبه حبتين العصر. ابشر ابشر هذه حقك مو لي انا مو مشتري بيزاتي. طيب بس بضيف حاجه هذه بعض الاشياء اللي قدرت اسويها تعقيب قبل ما تنتقل للنقطه الثانيه. ايضا في عهدي فتحنا تعقيب قبل ما تنتقل انت قبل ما تنتقل ما بك لحين انا ما زلت في النقطه ما زلت في النقطه. ايضا فتحنا مشروع وهو يخص واحد من الشباب هنا لما اذكر اسمه وحتى اللي عارف اسمه ارجوه ما يذكره. يوم فتحنا مشروع الشلال ما كان لي انا ترى بروحي وكان مساعد من الشباب اشكرهم اللي ساعدوني واللي بادروا. كان المفروض ان كلنا ونقدر نخلصها بسرعه لكن اللي مستطاع اللي كان حكم الوقت. ايه زين وهو حق مشروع ثاني اخر الحين نكمل ان شاء الله. زين وباذن الله انه يكتمل وبتعرفون المشروع وهو يخص ثلاث مشاريع في ليله واحده. فباذن الله انا حاطها في بالي لكن الواحد داروا اعمالكم بالكتمان فانا حاطها. هذه ابسط الاشياء قدرت اسويها على الوقت المستطاع عندي. هاي تفضل. بس تعقيب على نقطه شو اسمه الكاكاو. لا لا شو اسمه الغسالات والغسالات والكوايات والكوايات هذه مطلوبه ترى من زمان. حلو والسباكين كانوا شغالين عليها من زمان. فكونها حدثت في وقتك صحيح. فهي طبيعيه لانها اساسا هي تاخرت اساسا وحدثت وطبيعي اذا الغساله اشتغلت الجماعه راح يجيبوا مواد التنظيف وهي موجوده. اتوقع ان شو اسمه
ان حقه الناضج هذه اذا جهزت في وقت المنظم بيقول جبت لكم الناضج. يعني لا ما ابغى اسقط استقالات معينه. تفضل لك الحق. بس اقصد انا اللهم صل محمد. وشاهده شاهد عليها محسن. الغساله وين كانت؟ كانت هناك احنا شلناها سويتك. وغيرها يوم كانوا كلمنا الاداره ما كانوا يدرون عنها اصلا. الاداره مع الشباب ما كانوا يدرون عنها اصلا. تعالوا ركبوها ونطرنا يوم ان لدينا سباك يا واحد قال ما تصير وياب الاغراض فلم يصادف انما تحرك منه فيعتبر انجاز لك. انجاز محسوب لك. ابو سعود انا عندي ترى مدافع. بس سم عبد الله. طيب اول حاجه انت فعلا مبادراتك وافية وأول حاجة يعني أنا أشيد فيها موضوع الجزء ملك الكرامة والشباب يكرمون جميعا هذه مبادرة راقية وفعلا تسلم شيء يشرف عن تسلم. نفسي أنا أتكلم بس عندي عدة نقاط أو أتمنى أنك توفرها قبل على النقاط أبي كم النقاط سرور إذا تسمح يلا فضل زين سرور النقطة الثانية أصبح خلينا أتذكر بشوف لك دقيقة أستاذ أحمد اللهم صل محمد سمك ذاك اليوم حدث بيني وبينك نقاش إيه؟ بخصوص الـ في فرق بين انه يطلب منك تقرير نعم وفي فرق بين انه اي تصرف يصدر انت تذكر انه خصم حلو انا لما دخلت وتناقشت في الموضوع ذا قالوا الاشياء الرسميه اللي انتم مبلغين فيها اوكي والاشياء الرسميه اللي انتم مبلغين فيها ان عليها خصم تمام هي عليها خصم حلو ولكن احمد في داخل واقعنا ها الاشياء اللي هو يذكرها يذكرون عليها خصم وهي اساسا وحقيقه ما عليها خصم حلو اساسا وحقيقه ما عليها خصم هذه تقرير عن الاحداث اليوميه مطلوبه نعم مطلوبه اللهم صل محمد من المنظم وساعد المنظم كحياه يوميه لجميع المتسابقين والاحداث اليوميه اللي صارت واو غير ذلك حلو فهل انت تقول ان اي مبادره تسويها عليها خصم وهي اساسا ما عليها خصم هل الممارسه هذه تعتبر للتهديد وهي غير حقيقيه اساسا لاني انا متاكد من الشيء ذا حلو اول شيء سبق وردينا عليك لكن انت تريد ان تثير الموضوع مره اخرى لا انا ببلغ الشباب عشان ما يتوجسوا يعني يعتبر هذا في علم الاجتماع ان اثاره للموضوع اي اثاره للموضوع ما في مشكله حلو انت يعني لا تبني على السنه خلينا اثاره للموضوع فيما يخص الخصومات انا احمد سعود ما اخصم يا شباب انا احمد سعود وعدت 10 مرات ما اخصم حتى على مبادرات انا اكتب في علم الاداره وانا رئيس اداره عندي علم الاداره تاخذ تكتب ديتيلز كامل اي موظف عندك تقول له عطني ديتيلز كامل في الريبورت ممتاز سواء كان ايجابيات ولا سلبيات الاداره هني طلبت قال الايجابيات ما نبيها نبي السلبيات فقط عشان احنا نختار من هذه السلبيات المتوافق مع شروط البرنامج ثم نخصم عليه بالضبط فانا اعطيتك اياها المتوافق يوم مع شروط البرنامج فانت مسألة الأحذية لا مسألة الأحذية أفكار ثانية محمود حبيبي فهذه يحتفظ فيها أحمد النفس حبيبي أول شيء لا تشخصن الموضوع لا ما شخصنا أحمد. المنظم يحتفظ المنظم أيوة فيها المنظم نفس. أول شيء مع اجتماع جميع الآراء كانت مبادرة من عبد الله طبقها أحمد مع اشتراك جميع الشباب ما في مشكلة بس ما عليها خصم إذا ما يجيني واحد يعاندني من بين الشباب ما عليها خصم لا تقول ما فيها خصم لا محمود. ما عليه الإدارة ترى في الموضوع لا فلا تثير شيء مخالف الإدارة أنا رحت الشغلة الثانية شنو؟ الشغلة الثانية خصم الشغلة الثانية محمود حبيبي أنا بيك توسع صدرك شوي أنت قاعد تقولني سنة ما أدري إيش فيك علي لا تشخصن الموضوع لا 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 هذا أنت قاعد تشخصن لا الموضوع لا 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 الشغلة الثانية أنا جالس أقول لك أنك أنت ترفع التفاصيل نظرت أنت في الريبورت مع أنه ما يحق لك تنظر في الريبورت زين قلت حلقة القرآن صلاة العشاء حلقة القرآن صلاة الفجر حضر لم يحضر ليش كاتبها من حقي أكتبها أكتبه. والإدارة ما بتخصم أنت لا أنت أثرت الموضوع وصارخت علي هناك وانت ما لحق الصارخ إيه لا ما صارخ عليك انا ما صارخ عليك انا اناقشك لا ما ناقشني انت صارخت ومن في فرق بين النقاش والمناقشه ومن حقي اناقشك فانت بتقول لي ممكن احمد عارف تقاتيني بهالاسلوب برد عليك باسلوب جميل لكن تتحدى الشخص احيانا لا 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 فتقول لي احمد لا 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 هي مي كذا انت ما عندك اسلوب جميل انا رديت على النقاط انت عندك اسلوب جميل انك تحاول الجميع كله بالخصم خصم خصم هذا تعتبر اسلوب جميل اسالكم بالله في هذه الليله ها لما اقول حق واحد خصم اتغشمر ولا اقصدها شفت تغشمر قولها منصور لما اقول حق واحد خصم اكل شيبه اليوم لحضارة قلت له خصم لا غاش انا اشوفها انا اشوفها مزح لكن شوف مزح لا تحد فيه لا بس بضيف سرور لان النقاط اللي عندي انا بقول لك اياها النقطه الثانيه اعطني النقطه لحظه والله المسؤوليه كلها بالوله احمد متحمل المسؤوليه والدليل على ذلك انه احمد حاول تختصر عندنا نقاط ايوه نقاط حتى يوم احمد تغيب في صلاه تغيب عنها وكتبتها انا اولكم محاسب امام الله قبل لا الإدارة. انا مو بقصد شخص شنو لك انت المسؤولين تحمل شنو كتبت نعم اتحمل واتحمل ايضا المسؤول الثاني
منصور وكان متحملها قبل سعد. لا انا اقصد مثلا انا في بعض الاشياء انا سالتك اياها وقلت انا ما لي علاقه فيها. اللي هي مو انا اللي سجلتها. حلو يعني تحملها يعني تحملها اثنيناتنا. لا لا بس اني رحت للشخص ذاك قال مو انا. لا انت تفاجأت في وقت الموبايل تفاجأت. المهم انا هذا مو موضوعي. كون الامور واضحه. لحظه موضوعي. كون الامور واضحه تقدر تقول السؤال وارد عليك الان. قلت لك انا سالتك السؤال نفسه وانت صارت الاجابه مختلفه. قل لي صارت الاجابه قل لي قل لي الان برد عليك عشان رايك الاجابه مو مختلفه رد علي قول. طيب انا سالتك وش كان سؤالي هو؟ ليش ملي سجل علي اني انا حاط الممر في المسجد الجزمه رفعها ما ادري وش هو؟ ايش قلت انت؟ اثنيناتنا. لا ما قلت اثنيناتنا قلت والله ما سجلتها انا اللي سجلها هذا سعد الدوسري. لا 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 قلت في نقاط سجلها سعد لكن انا كنت جالس انا كنت جالس معك يا لا انت قلت لي كذا يا انت اللي كذا قلت لي دقيقه 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 لا انا سالتك السؤال ذا وانا عادي عندي سؤال طوف النقاط وانا عاديه عندي عادي والله انا عادي بس بقول لك شيء في حاجه ثانيه يعني مثلا انت الان حطيتني في بروفايلك مثلا انا اتكلم عني انا انسان ما اقاطع عادة أصير أستمع بعدين أجاوب. حلو. تمام؟ لكن مثلا في لحظة من لحظات أجي أنا ما شفت الحلقة لكن دريت أنك أنت مسجل كاتب سرور قاطعني ثلاث مرات. في وين؟ في بروفايلك. أنا قاطع أنت لا ما كتبت. وارجع الآن إلى بروفايلك اذهب لا الآن. لا تكلمت أن في كلمت صالح القحطاني محمد الشهراني عبد الله الشهراني قاطعوني سرور أرجوك تأكد من إجابات تعالي بعدين. لا تقول لي شيء ما قلت عنك اسمك مو مكتوب فيها. أرجوك. لا أنا اللي أقول لك إياه. أرجوك تأكد من معلومتك قبل لا تثيرها هني. مو بثير انت اثاره يعني تطرحها هني انت لا تستخدم انت تستخدم اساليب ترى يعني ممكن زي مثلا محمود قال قلت تقول انت كنت تصارخ انت في معناك ممكن انت تشوفي صارخ لو كنت يناقش قلت لي احمد سعود كتب عن سرور انه قاطعني ثلاث مرات واحمد سعود رد عليك انه مو انت مكتوب صالح الهادي القحطاني الثلاث اشخاص وليت ثلاث مقاطعات صالح هادي وعبد الله الشهراني ومحمد الشهراني هذه الاجابه الواضحه وقروها في بروفايلك ذكروا احذيتك انت في البروفايل يوم قاطعتني في الاجتماع يا عبد الله مثل ما قاطعتني اليوم بقسم عليك اللي انا اقصده طيب الزبده في الموضوع الثالثة. الزبده في الموضوع ايه الزبده في الموضوع احمد يتحمل مسؤوليه هو منصور عن اي شيء يكتب تمام في تمام لا لا اللي انا بوصل للنهايه سم. ان احيانا في بعض الاشياء تصرف بسيط مو ملفت لاحد يعني مثلا نفس المقاطعه اقدر اجي اقول تركت قاطعني وتركت تسوي زي كذا ترى ممكن اسجلها حلو بدل ما اروح انا واسجلها واخلي العالم يسمعها هي ممكن طبيعيه كانت تخيل تخيل ممكن طبيعيه تخيل مثل اجتماعنا اليوم كم واحد قاطعني واقول له لو سمحت اسكت لو سمحت اسكت لمتى بتم وياه فسجلتها في التقرير فما يبي لها شيء لا تقدر تقول لي ترى بسجلك في التقرير سرور الامور واضحه والله ما بينها لا 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 اسمعني 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 الان مثلا قاطعني عبد الله كذا مره اسمعني ليه ما مشى وضبطت الجلسه دقيقه بغض النظر بغض النظر انا اتكلم بشكل عام ما اتكلم عن هذا الشيء انا بس انا ما اتكلم عن هذا الشيء انا اتكلم عن اشياء كثيره ممكن في شيء اي حاجه انت ممكن تتصرف فيها تصرف عادي وانا ارد عليك بصفتك احمد سعود مو منظم إيه؟ تكون طبيعيه يعني انا اتناقش معك اسولف اسوي اي حاجه بغض النظر حلو. فانا اخذها بحسن نيه اني انا كعلاقه معكم اخ تمام حلو. حلو فاتفاجئ انك انت حطيتها نقطه سلبيه في العلن كانك شهرت في هذا الشيء هو اساسا مو فيني الاحذيه سواء احذيه الاحذيه كانت موجوده ولا لا سرور دقيقه دقيقه لا اله الا الله دقيقه لا لحظه بغض النظر عن هي مو في إذا خلصتوا يا اثنين احنا ننتظر ولا نمشي؟ لا انت خليك معي سامحني بس قاعد يناقشوني في شخصيا عشان تقولوني لوموني انا كمنظم لا لا ليش قاعد تاخذ التنظيم وليش ما اروح؟ هذا نقاش شخصي عشان ارد عليك هذا نقاش شخصي اللي انا اقوله انتهت النقطة عشان اقول لك قبل ابو احمد سرور احمد صلوا على الرسول قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله هل انت اجتمعت من الان عشان سولف ايش صار الاسبوع الماضي ما عليه شيء اشياء في قلوبهم لازم يطلعونها لا 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 مو مساله لا 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 تحط انت اللي كانه في قلوبهم محمود شفت لا تدخل قلوب لا 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 تدخل في نوايا لا مو نوايا قلبك يعني داخلك قلوب معليش قول قول انا طرف شوف شوف هذا لكم مستعجل الوقت هذا لا تدخل في نوايا وقلوب دقيقه لا 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 فيما يخص النقطه الرابعه لا معليش منصور لا لا خص قلوبنا ونوايا لا لا قلبك طلع عادي بس لا اول شيء انا بروح بمشي بمشي بسبب لان قلنا طلع عشان ارد عليك هي حقه المبادرات انا اتكلم 40. ان انت اذا سويت مبادره لا لا ما عندي انا لا تحاول معاملات عندك لا لا انا اقصد انك اذا بغيت تسوي حاجه يا اخي تقدر انت تستر الشخص بطريقه يعني انت الان ممكن البعض يعتقد ان سرور دائما يرمي الجزم عند الباب لا ما يعتقد او يتعمد لحظه 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 صارت لحظه قلت انت مره تمام انا اسحب من الاجتماع انت قصدي لحظه منصور منصور انا بوصل النقطه بس يعني لا 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 مو هو في النوايا الحين اسالكم بالله كم لكم تسولفون في الحذين والله العظيم نص ممكن ترى السالفه
خلنا وساق عندي اول حاجه تفضل. زي ما قلت انا محتاجين لو تلاحظ انت عند السراير وكذا فيه يعني مهملات واشياء واكياس احنا ما نبغاها بس ثواني سلات اسمع ايوه محتاجين سلات مهمله حلو. سلات عند كل فراش وحتى عند الدواليب طلبت انا وسعد سلات هذه مهمه هذه لا لازم تضغط مره كثير عليها نبغاها أبشر. ثاني حاجه المثالي المثالي ايه؟ زين موجود ليه؟ هناك هم محترين من المنظم او المنظم يعين احد يجيبها ما تجينا الا على المغرب ولا جاي جاينا بعض الاغراض على الساعه 1 متى تبونتي العصر الظهر يا اخي خلها تيجي العصر منصور سجل نقاط لو سمحت اثنين لا عشان نقاط لا انسى سجل لو سمحت شوف اثنين وش يبغى او مساء منظم اول ما تجي يعني الان سالت المهملات والمثال ايوه المثال يجي يجينا بدري هذا هذا نقطتين النقطه الثالثه يا اخي غير اول حاجه سم النعمه ايه؟ يا اخي يعني الله يهديهم بعض الشباب يفكون حاجه قاعد تحكي الرجال قاعد تحكي لا قاطع خصم خصم كم يفكون حاجه تمام ابغى مبادره مثل مبادره بس النقطه الثالثه لو سمحت الشيء اللي انت سويته والله صدق ايش هي وش هي اللي كنت النعمة 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 عدم اللعب بالنعمة ايوه الحمد لله مثل مبادرة تطلع لي قصة في النعمة هذه يصير سالفة نفس الأحذية دقيقة يا أخي مناقص لا لا أنت منظم في النعمة. أنت منظم وهذا أحد واجباتك يا أخي النعمة مو صحيح أبشر يا أخي تجدع هنا ويفتح هذا ويأكل اللي هو يبي يترك الباقي أظن في مثال قريب كان موجود والله مو صحيح والله شيء يغث أضيف لك أنا شفتك في 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 نقطة بضيفها لك يوم صار سالفة الأكل وقلت بتهدونه وخلوا أبو علي بيطبخه أبو علي شال يده عنه وأنا خليه يسمعني الآن موجود أبو علي ما طبخ الأكل ومشى تذكرون اللي يوم طلبتوا الذب مخالف خل بقول النقاط فطبخناه في نفس الليل عشان ما نطول النقاش عشان بقول النقاط اللي عندي النقاط اللي عندي النقطة اللي قالها سجلناها أهم حاجة النعمة لازم تشوف لها حل مو النعمة هي يا أنت تحاول أنك تجيب كراتين تصنفها اللي أنت تبي في ثلاجة من داخل وضبط أمورك فيها الشوكلت تمام إذا جيبت دقيقة اسمعني هذا رأي الشوكلت إذا جيبت تمام كم احنا 21 متسابق بعد ما طلع حبيب قلبنا معاذ فبالتالي قسمها على 21 متسابق يا اخي المشكله في انواع وايد مخالف قسمها نفس الفكره قاعد تحكي لا تقاطع بخصم عليك نفس الفكره من العدل انه كل واحد مثلا اللي متنازل عن نصيبه انا متنازل عن نصيبي الشوكليت اخذ انا الشوكليت زين حلالك أبشر. اللي يبي ياخذ ليه عبد الله المهم طيب. انت قسمها بالتساوي بين الشباب كلهم يمكن خليها اللي يبي ياخذ ياخذ خليها جوائز للمثاليين لا 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 اللي يبي ياخذ يمكن تينا خصومات واحنا قاعدين ويطلع صوره الاكل اللي يبي ياخذ اللي يبي ياخذ ياخذ اللي ما يبي يوفر الربعه حلو خلاص عبد الله بس من الاساس انك تقسم بس انتم موافقين التم عندي ووزعت فيها الاضافه الاخيره الاضافه الاخيره العصيرات العصيرات تتحط بالثلاجه حلو. اللي يجي يشرب وياخذ يرجعها زي ما اخذها عصير المثالي اللي هو العصير حق المثالي هو بند النعمه تمام ايوه مثل ما اخذها يرجع لانه اذا طلعت برا تتلف العصير اذا هذا تلف وشوف بدا ينتفخ هذا فورا سرور لو سمحت ما خلصنا استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد انا انتهيت شكرا انا الله يعطيك العافيه اشكرك على رحابة سجل عندنا شغل والله دقيقه طلعتك وان شاء الله باذن الله انا يهمني التطوير اللي انا منظم مت مساعد منظم ولا ملبين كل هذه ان شاء الله يقول امين استاذ احمد ما عليه لان ناطر بس بقول حاجه لابد دورك وزياده محمود بس خلي الشباب لابد توضح لنا التسلسل الاداري التسلسل شلون الاداري شلون التسلسل الاداري اي شيء ايش اللي لازم انا اسويه قبل ما اجيك يعني انا عندي فكره معينه قبل تجيني على طول ايوه انا بعرف التسلسل الاداري لازم توضح لنا عشان احنا ما نجي التسلسل كالاتي تجيني على طول بس لا اقصد بعده لا بعد تكلمني ثم انا اشوف لك الاداره هذه الاصل ايوه ارجع مرجعك سم من وجهه نظري يعطيك العافيه محمود على حابه نظري عشان ما نجح اللي سويته انت كفيت وبوفيت وبيض الله وجهك وجهك ابيض والشيء اللي سويته شيء يعني يحسب لك الله يسلمك شهاده اعتز فيها بيض الله وجهك الله يسلمك بيض الله وجهك انا ما عندي طلبات ولا عندي اي سلبيات عندي بس ايجابيات شكر ولاني دورت ما حصلت لانك انسان كفيت ووفيت الله يسلمك هذا الكلام يسلمك الله يسلمك والله بعد قلبك هذا ما يصير هذا رجل زعل حتى هو يقول الكلام زين طيب خصم 60 70 على رشوه ايش تبغى تقول؟ اصبر ما كملت بالله عبد العزيز خلص اخر 5 ثواني عشانك ترى شوف
والشيء الثاني أهنيك على ثقتك بهذا الرجل وهو قدها وأهل للثقة. قدها وقدود. أنا عندي نقطة معليش والله أني نسيتها. لا أعترض على تعيين هذا النائب. اعتراض على النائب ليش؟ كم حبيت ما شاء الله. أجزع أجزع رأس بطارية يعني سالب ما يتفرج. أول شيء أبو حماد أنا ما أشوف إلا كلش سعة صدر وبالعكس أنت تغشمر على كلام قولتك يعني خصم 70 خذ خصم إيه من خالد عطل اللي تبي أنا راضي أنا لكن طلبين بس سم. لا طلب واحد اللي طلب هو زي ما قال عبد الله النعمة أنا كل يوم أجلس أحاول أجمعه وأودي لي مكان فذلك أبي الظهر بس يجمعونه لي بس الظهر أو ليش العمال يجمعونه بدل ما يحطونه بالزبالة أبشر هذا من اللعبة يجيبونه لي أنا أملك بنفسي يجيبونه لي أنا أملك بنفسي وأشياء ثانية تفضل هذه ومع السوليف تو بس جلسنا الله يوفقك و أشوف يا قلب يقول كلنا معك يا سعادة المنظم ويل الضيوف الله الله شنعهم سرعة في توصيل الطلبات شكل ما تخيل أحمد أو يا سعادة المنظم هذه من الميزات أنت الحين كتاب وقنعني وقناعي وهاي خط بالله عليك والله نخب عشان النعمة والله والله نخب دخل تحبر يا أخي استفزني بالكلام كتبت كتابة فيها من الأسهم الله به والله به عليم كاتب على المثالي خصم نسوي خير نتا شوف الجلسات في الزوايا زيادة مثلا أنا مثلا مريت أنا شفتها مثل هذه الحين بحطها ما في ما في مكان حفر ابشر باللي يسرك واذا ما حطه ولا احفر لك حفره هنا ايوه احفر احنا نبي حفره انا مي والله عيب والله عيب والله عيب يا رجال والله انه يبيلها والله شباب اسكت بيني وبينك العديد ايش تس شباب احد عنده علم بالماتش تبغى هذا انت تولع الضوء ايه توني مشاب الضوء هذا والله ولد ها بغيت اشبه ما شبيت لا بشبه هناك وجلس برا هناك احسن برا فين هي موجوده ما شلتها انت ولا شلتها فين هي فين رحت اليوم اليابي كان رفيقي صح صح اقول لك خليني اشوف كتبي موجودة هنا بسرعة ايش في ورا الباب؟ هيا 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 حبيته لذاتك في ضلوعك